سويت اليوم مع بدر. متى؟ ابو محمد. اليوم. متى سويت اشياء كثيرة؟ اليوم وش سويت مع بدر؟ متى؟ حدد. 300. خلها بلدي. سويت اشياء كثيرة. من ضمن. من أنت؟ غازي المطيري. من أنت؟ غازي المطيري. من أنت عشان تسحب رئاسة القرية من بدر الشمري؟ ما سحبت. الحين كنا مسويين مشروع غسل وكوي وجينا نبغى رئيس القرية يوقع لنا وشال على الورقة ورماها في الأرض. أنت تدري أن الكلام هذا ممنوع؟ بس أنا ما سويت شيء يعني. أنت تدري أنه طلع هاشتاج في تويتر ضد بدر الشمري؟ ما أدري والله. كم عندك في تويتر؟ ما أدري. ما تدري؟ ما أدري. تدري أن عندك 3000 في تويتر؟ لا. ومطلعين هاشتاج ضد بدر الشمري؟ 3000 فيهم خير وبركة. من أنت عشان تخاطب الجمهور؟ ما خاطبتهم. خصم 200 عشانك خاطبت الجمهور وخصم 150 لتعرضك لبدر الشمري. كثير خصمك كثير مرة. كلمة ثانية يتدبل. لا والله خصمك كثير. 700 ريال. لا والله 700 لا 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 700. 1000 ريال. 1000 ريال اطلع برا. انت مجو انت مجو مسلسل سوري هو مجو في الحلقة. فريال فريال ما في قال فريال هو لا فريال 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 ما عليه احنا نادي فريال. سلامات يا طيب. دن 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 كمل كمل دن 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 دن. ابو كاتب النسخة السورية حكاية حكاية. لا كلمتين لا. ما بتحاكى انا ادق رقبتها. انا شو يقول؟ كلمتين ما بتحاكى انا ادق رقبتك وشو هيك وشو هيك. يلا 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 بالله يلا عرض عرض يلا ايه عرض عرض جمع عرضه. ايه عرفت كيف من طيب روس هم مغطون الكلام ده مغطى عنيف. امسك امسك يلا يلا ترى ذولك يتخاصمون كذا بالنص. لا 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 ما هذا بسيوف يا اخوي ما هذا بسيوف. اعطني شاكك الهري هنا. اكسروني اذا مريت وادي وارجموا بي بين صفات المقاعد. اكسروني بحور يا اخوي احد العزيز اسلم. انا احب اعراض عراضه يا ولا شيء راضي عراضه عراضه. اسمع اسمع ولا شيء راضي يضبط. ها ولا شيء راضي ليش كذا؟ هذا وايد ما زين يا ربي. شكل ثواني اربطك في الدشداشة الاخير في التصويت. التصويت ليش يا ربي؟ هذا ابو محمد هذا والله يا جعب والله انا ما يرفك راجي بيض الله وجهك. هون يبغى لي امام قبيل. شوف كيف شوف كيف امتص الغضب. يبغى لي امام قبيل ما دافع من جعل الحياة يا رجل. كل القراصة من الإداء. آه نشوان. يا الله فهمنا عقب ما بغى يروح وجهك الطحينة جعل الحياة. ما كتبت السالفة. ما كتبت. لا 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 لا. ما كتبت جعل الحياة. مو قوية والله. بعد تعودها. أبشر طال عمرك. مو راضي تزبط. مو راضي تزبط معايا. أنا ما هذا وايد. ليش؟ هذا وايد ماشي. أطجك ليه تطجني؟ طجك من طجك أنت. ما بحكي لك ما بحكي. ما بحكي لك ما بحكي ما بحكي لك ما بحكي. ما أدري شو إحنا عم بكرهك. يلا جيب لك دقيقة. إيش القيمة المضافة؟ تدري إني أحب الرجال ذا. تدري ليش؟ ليش؟ لو أقول لك السبب بتضحك. تفضل. لأنه من قبيلة كان يسكن حولهم عمي جبران بن مداوي رحمة الله عليه. الله يرحمه. رحمة الله عليه. وهذا الرجال باقي فيه من ريح ذيك الديار. الله يرحمه. أش رجال كان معاك طبعا عرفت؟ ولكن قتل الإعاقة بيش بالإرادة قوة الإرادة رحمة الله عليه. رحمة الله يرحمه. إن شاء الله. الله يرحمه. طيب اسمع اسمع. في لعبة. خفيفة بسيطة. قد مات. يا رجال. وجهه هذا من وجهه قبره دحيه. الله يرحمه الله ويرحم شيبانا يا رحم من عندي. اسمع اسمع عنده لعبه. اسمع اسمع خفيفه كذا. اكثر واحد نتحدى بعض. اكثر واحد يعد بنفس واحد. ابو محمد يلا هذا حنجره حنجره ماني جرى. طيب يلا من يبدا؟ لا من اليمين سعيد. عد قد ما توصل بنفس واحد. هذا الانطلاق. واحد يا رجال. خذ نفس يلا. اثنين يا رجال. واحد يا رجال. لا لا
يلا من علمنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 41 42 43 44 45 46 47 58 59 50 55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 طلع يلا وصلت 64 طلع طلع بحور بجيب 100 عد ترى ان احنا بعض نقطه يلا 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 عد وضح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 يلا 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 انا اعتذر من مسابقه يا اخي جرب ما ينقطع نسبي يا اخوي يلا بحور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خليني ابدا خليني ابدا سجع سجع يلا كلنا نسجعك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 73 73 74 لا روح ولازم اقل لا اقل كيف لانك سحبت على ارقام هي طمر اقول في ذم مثل ما سحبت على رقم 60 المهم يلا يلا بحور انت اعلى من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذه رئة الجبلي كيف الساحلي حق صيحة محمد والله جبت 100 ما شاء الله أنا بعيد أنا بجي أنا أراهن على نفسي طيب أنا بعطيك بيوت خل النفس يلا بعطيك بيوت يجيبها لي في نفس يلا كيف يعني يلا وبنفس اللحم يلا سمعنا هذه علمتني أيام الإنستغرام يوم كان 15 ثانية جيبها بنفس واحد عشان 15 ثانية اسمع تيبش أنا والله نتبت هيا أسلم بديت بذكر خلى قلبي رياه إلهن كلنا من تحت فيه علي من مطلع سر الخفيه ولا في خلقها يتمليه عطانا فيها للإيمان نوره والآخر من يجبر لك سوره وكل في حياته بان دوره وناوي الليالي السرمديه فانا راضي بحكم الله فيني وهبني العافيه كنز ثميني بجيب لك اياها يا لا 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 هذه بيوت اسمع ما بوصل لك بعطيك انا قصيده وابغى واحد يجيبها قصيده هذه للشاعر الكبير حمد هادي المشردي رحمه الله عليه رحمه سموها قصيده المعجزه يقول يا راكب من عندنا طيار ثم طور هالا رن عبت كومبريشن فل وافترت مراوحها وطارت بالفضاء من طائرات ترازنيك اربع مراوح واربعة متحركات من نوع 707 وارد امريكا وصنع فرانكفورت اسطوره من احدث اساطير الفضاء قد صممت باكبر مصانع سابقات اصواتها طيارها متخرج من معهد على فن طيران جو اللي بعاصمته الولايات الامريكيه وذاك الاتحاد المعترف به عالميا اين واشنطن اين مجمع جميع الجامعات
رسم العلم بالرايه الخضراء مع السيفين والنخله على جنحانها تقلع من مدرج مطار ابو الله بيك نحسها زلزال هز الارض بصوت تقول رعود شوك ما ناكها. ما رايك هذه قصيده هذه؟ نعم على عيني على راسي وكل شيء فيها، لكن وين الوزن القافي؟ انا قاعد ادور امسك الوزن القافي ما ادري حتى انا الوزن قفلتها بس هي الوزن القفله بس الوزن على ات خابر ات واتها سمعت انا يلا اني عرفت ان هذه لكن ايش معنى يعني بهالشطر هذا يسمونه نوع من الشعر نوع ما ادري وش يلا سمعت. يلا نبغى لحن اوروبي My school boy, I like the middle of my way to learn English, yes, my way. I'm لا هو نفسه يغني أبرا يعودون يحذفونها هي ما أنت الله يأخذك أنت أبرا ترى فيها كذا صراحة بتحداك تقول الغنية هذه يا اخوي هذا العصفور الاسود اللي كسر خاطر هذا العصفور الاسود اللي كسر خاطر البطه عطني اطلع من يطلع من يلقى له كتاب طيب انا ابره عندك والله اني احسب انك قالها ها انا سمعنا ما ادري وين الفن بالاوبرا يا ابره صراخ معلم والله ما عرفت الصياح هذه فيها مقام يلا طيب نشوف مين اعلى صوت سلم مزيكي اعلى صوت اعلى صوت يلا ترى احنا تونا ماكلين ايس كريم نفداكو اي هو صوت لا عادي طال عمرك نقلبها تقولها خلي ورا العرقه والوادي طيب خلي ورا العرقه والوادي تكفون مروق انا صبح يا زين دلاه يا زين دلاه وبرادي يا زين دلاه وبرادي عند رياش العين في بيته عند رياش العين في بيته خلي ورا العرق والوادي هذه لقد انت مثل ما تقول في هروله ولا في شيء لكن مجال شيء يسمونه المجال شيء يعني مجال شيء شو مجال شيء مجال شيء مثل انت خلي ورا العرق لا بعدها جيته ولا جال ولا طال مقعادي وشو؟ شو؟ كنا يوم الجمعة هي ولد نتجمع ما الحين خلاص آه. عاد الدنيا بخير عاد الدنيا بخير يمين الشباب أيرنا ذا متجمعين ذا الحين لا تخرب فرشة الشباب يعني مورين عينك احنا ودي لا طلعت من القرية دي ألف أغراض انزلت مثل الفرشة مثل الكلب ذا لا أبو محمد وي أدوه أرحبوا خلهم فضلوا جبت لي البدلة الفرنجي غانمت عليها مهمة يلا بجيك البسها انا معي بدله فرنجي عندي بدله فرنجي كرافته ومشيه يعني انا اقول لاخواني اللي يلبسون الكرافته الفرنجي اللي هذه اللي كذا عرفت اللي جي قاسيه جي كتوبها كمان انا انصحهم انهم يلبسون الثياب الفضفاضه والثياب يرتاحون بالله الظاهر معك ابو تركي لا والله طبعا انا الحين بروح اسوي لكم ان شاء الله حليب كرنك وباذن الله نتواجه على الكرنك ما نسمع لك طبعا الذبيح شوفي شباب الذبيح الليله بود عالسوم حمود خلود ايوه والله اي والله ايش واللي جابوها لا جابوها هذه القناه طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني ما هي مقصره والله ما هي مقصرين علينا كثر الله خيرك يا قناتنا كثر الله خيرك